اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في التايم ريسبونس اناليسيز للسكند اوردر سيستم، وهناخد النهارده 8 امثله عشان نغطي الموضوع بالتفصيل. اخذنا سابقا السكند اوردر سيستم، قلنا دي المعادله التفاضليه. لو انا خليتها في هي ترانسفير فانكشن بتطلع بالشكل ده، قلنا دي الصوره الكانونيكال فورم، ان انا عندي اس تربيع في المقام وعاملها واحد، وعامل اس 2 زيتا اوميجا ان، الحد المطلق اوميجا ان تربيع، البسط عندي كي اوميجا ان تربيع. وقلنا ان الاوميجا ان هي اندامبد ناتشرال فريكوانسي، وعندي زيتا الدامبنج ريشيو، وعندي الكي الاستاتيك دي سي جين، واليو هي الانبوت والواي هي الاوت. قلنا ان كل الثوابت دي لازم تبقى اكبر من زيرو. الكي هي استاتيك دي سي جين، بمعنى ان انا لو عوضت عن اس بزيرو في الترانسفير فانكشن دي هنلقى الترم ده طار والترم ده طار، فضل الكي اوميجا ان تربيع على اوميجا ان تربيع يطلع في الاخر كي، يبقى محصله الترانسفير فانكشن دي تطلع بكي لما اعوض فيها الاس بزيرو، عشان كده يطلق عليها ستاتيك دي سي جين، معروف كلمه دي سي جين يعني بعوض الاس بزيرو. يهمني المقام، عندي المقام ده هسميه كاركترستيك ايكويشن، ولازم يبقى معامل اس تربيع بواحد عشان تبقى الصوره في شكل صحيح. هراجع بسرعه على القوانين. قلنا ان انا فاي، الفاي هي الزاويه اللي بيصنعها الوتر اللي واصل من نقطه الاصل لاحد الجذرين. قلنا ان الوتر ده بيصنع زاويه فاي مع محور الريه، خلي بالك الزاويه الحاد، يبقى فاي دي بجيبها ازاي؟ تان ماينس 1، القيمه اللي قدامك دي بتعتمد على زيتا، القيمه اللي هتطلع دي بالديجري، لو انا عايز احولها الراديان بضربها في باي على 180 عشان تطلع القيمه راديان، لان انا بستخدمها في المسائل بالراديان. قلنا دي احد الطرق اللي بتجيب بها فاي عن طريق تان ماينس 1. الطريقه الثانيه ان انت تقول كوزاين ماينس 1 زيتا، يبقى فاي عباره عن كوزاين ماينس 1 زيتا، تطلع الزاويه هنا ديجري، اضربها في باي على 180 تطلع القيمه بالراد، خلي بالك هنا باي في الحالتين ب 3.14 من 100. الاوميجا دي عباره عن اوميجا ان جذر 1 ناقص زيتا تربيع، وحده الاوميجا ان راد بير سكند، زيتا ملهاش وحده، تطلع وحده الاوميجا دي راد بير سكند. اوميجا ان قلنا هي الاندامبد ناتشر فريكوانسي، اما الاوميجا دي اللي هي دامبد فريكوانسي عندي. وايه هي الاوميجا دي؟ هي الايماجينري الخاص بالجذر. الرايز تايم عندي وهو بيبقى من 10% ل 90% من الفاينل فاليو، عباره عن باي ناقص فاي على الاوميجا دي، الفاي بالراديان والباي 3.14 من 100، والاوميجا دي انت جايبها فوق، خلي بالك يطلق عليه تي ار وحدته بالسكند. لو رحنا للبيك تايم، وقلنا البيك تايم هو الزمن اللي بيحدث عنده ماكسيمم اوفر شوت عندي او ماكسيمم اوتبوت، عباره عن باي على الاوميجا دي، الباي 3.14 من 100، الاوميجا دي انت جايبها من فوق، يطلع تي بي عندك سكند. التايم كونستانت وقلنا هو عباره عن مقلوب الجزء الريال من الجذر، مقلوب يعني واحد على زيتا اوميجا ان او واحد على سيجما دي، بحيث ان سيجما دي هي الجزء مين الريال عندي من الجذر، طبعا القيمه هتطلع بالسكند. السيتلينج تايم عندي ل 2%، قلنا ده ليه تعريفين 2% و5%. ال 2% تي اس عباره عن 4 تايم كونستانت، او 4 على سيجما دي، او 4 على زيتا اوميجا ان بالسكند. السيتلنج تايم ل 5% عباره عن 3 تايم كونستانت، 3 على سيجما دي او 3 على زيتا اوميجا ان. الماكسيمم اوفر شوت او الماكسيمم بيك عندي بيبقى برسنتج نسبه مئويه، بيبقى ده قانون وعلاقه بزيتا اكسبوننشال للاس ده مضروب في 100%، ده يطلق عليه ماكسيمم بيك برسنتج او برسنتج بتاع الاوفر شوت عندي، او عباره عن السي ماكسيمم ناقص السي فاينل فاليو على السي فاينل فاليو، وقلنا السي ماكسيمم هو السي اوف تي بي، وبضرب الناتج في 100%. من العلاقه دي لو انا اديتك زيتا تقدر تجيب الماكسيمم اوفر شوت، ولو اديتك الماكسيمم اوفر شوت تجيب زيتا. لما انا اديك زيتا وتجيب الماكسيمم اوفر شوت عوض في العلاقه دي سهله، لكن لما انا اديك العكس، اديك الماكسيمم اوفر شوت وانا عايز زيتا، هيبقى في خطوات كتير بتعملها في المساله، ان انت بتاخد لنا الطرفين وتربع وتعمل حاجات كتير عشان تحل المساله. في قانون مباشره، لو هو عايز الدامبنج ريشيو زيتا بدلاله الاوفر شوت، يعني هو اداك الاوفر شوت، عوض في القانون ده طلع زيتا مباشره. طبعا القانون ده مستخلص ممكن تعوض بيه في المسائل على طول، لكن انا هحل بالطريقه التقليديه. نروح لاكزامبل واحد، بيقول لي الترانسفير فانكشن اللي قدامك دي انا عايز الرايز تايم، البيك تايم، الماكسيمم اوفر شوت، السيتلنج تايم، في حاله ان انا هطبق يونت ستيب ريسبونس. يونت ستيب يعني انا هخلي الانبوت بتاع يونت ستيب للكلوزد لوب سيستم للشكل اللي قدامك ده. نروح الاول نجيب زيتا اوميجا ان عشان اجيب الرايز تايم والبيك تايم والماكسيمم اوفر شوت والسيتلينج تايم. هنبص للمعادله دي، يهمنا المقام. احنا قلنا ان مقام السكند اوردر في الكانونيكال فورم لازم يبقى معامل اس تربيع بواحد. اعمل ايه؟ همسك المقام ده
اقارنه مع الستاندرد فورم عندي اللي هو 1 اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع، لازم دي تتحفظ. اقارن دي بالمقام اللي قدامك ده، هقارن هنا يبقى الاثنين بتساوي 2 زيتا اوميجا ان، والاوميجا ان تربيع بتساوي 36، من هنا اوميجا ان تطلع بكام؟ ب 6. عوض عن اوميجا ان ب 6 هنا، طلع زيتا تطلع عندك بكام؟ بالقيمه دي. ما تنساش اوميجا ان وحدتها راد بير سكند. انت حصلت على زيتا واوميجا ان، يبقى وقتها اقدر احصل على اي مطلوب تاني. في نقطة مهمة، لو أنت عايز ترسم، هو مش طالب في المسألة رسم، عشان أرسم لازم أعرف الفاينل فاليو. الفاينل فاليو لأن الأوتبوت عبارة عن سي هنا، هسميه سي ما لا نهاية، وده اسمه الفاينل فاليو أو سي اس اس اللي ستيدي ستيت أوتبوت، عبارة عن ليميت اس في سي أوف اس لما اس تقول لي زيرو. سي أوف اس فين؟ هجيبها من فوق هنا، يبقى سي أوف اس عبارة عن الترم ده هضربه في ار، يبقى عندي الاس هضربها في الجي في الار، مش دي عباره عن الجي، يبقى الجي هضرب الار ناحيه اليمين. هبتدي اعوض، عندي الار بيونت ستيب يعني واحد على اس، هتطير مع الاس اللي هنا، يفضل عندي جي، ده ترم وحيد منفرد، يبقى ينفع اعوض عن اس في زيرو بي، يبقى اعوض عن اس هنا بزيرو تطلع جي اوف زيرو. جي اوف زيرو يعني كل اس هنا شيلها حط زيرو، يطلع عندي 36 على 36 يطلع واحد، يعني الاوتبوت النهائي هيطلع واحد في حاله ان انت مطبق يونت ستيب. الخطوه دي مهمه في الرسم، عشان اجيب المطاليب لازم اجيب فاي. الفاي انا هحلها بالتان ماينس 1، ممكن انت تستخدم كوزاين ماينس 1 زيتا. تان ماينس 1 القيمه دي في باي على 180، باي هنا 3.14، عندك زيتا عوض طلع فاي بالقيمه دي، تمام بالراد. هروح لاوميجا دي انا محتاجها، يبقى اوميجا ان في الجذر، فين اوميجا ان؟ عندك وزيتا عوض تطلع بالقيمه دي، خلي بالك وحدتها راد بير سكند. اول مطلوب عايز الرايز تايم، الرايز تايم عباره عن باي ناقص فاي على اوميجا دي، الباي 3.14، لازم الفاي تبقى بالراد، وهقسمها على الاوميجا دي عندي اللي هو راد بير سكند، تطلع عندي القيمه دي بالسكند. هروح للبيك تايم، نبتدي نعوض في القانون بتاعه اللي هو باي على اوميجا دي، الاوميجا دي انت جايبها فوق، والباي 3.14 عوض تطلع عندي بالقيمه دي سكند. نروح للتايم كونستانت، عباره عن 1 على سيجما او 1 على زيتا اوميجا ان، زيتا اوميجا ان عندك عوض تطلع بالقيمه دي 1 سكند. يبقى دايما بيهمني في المطالب الخاصه بالرسم لما يقول لك ارسم لازم ابقى عارف البيك تايم، البيك تايم مهمين قوي في الرسم. نروح بعد كده لمين؟ للمطالب الباقيه. هو عايز السيتلينج تايم عند 2%، انا هجيبه لك عند 2%، بيبقى قانونه اهو 4 على زيتا اوميجا ان، تعوض عن زيتا اوميجا ان تطلع 4 سكند. لو انت عايز تجيبه عند 5% بيبقى عندي التي اس عباره عن 3 على زيتا اوميجا ان، تعوض عن زيتا واوميجا ان تطلع ب 3 سكند. لو انا عايز الماكسيمم اوفر شوت او الماكسيمم بيك عندي برسنتج، ده القانون بتاعها اكسبوننشال، خلي بالك باي هنا 3.14، هتعوض عن زيتا لان زيتا عندك فوق اهي، اضربها في 100% ما تنساش، بعد التعويض تطلع 58.8%، دي القيمه برسنتج ما تغلطش. لو انا محتاج ارسم قلت لك انا يهمني حاجتين مهمين، التي بي اللي بيحصل عنده البيك من ناحيه الاوتبوت، وبيهمني السيتلينج تايم. البيك تايم عندي 53% والسيتلينج تايم ب 4، اعمل نقطتين، يبقى اعمل المحور ده واحط النقطتين دول مهمين واطلع بخطوط راسيه كده. هبتدي ارسم عند البيك تايم، بيبقى عندي اوفر شوت. اول حاجه اروح راسم الخط الافقي ده، الخط الافقي ده عباره عن السي فاينل. السي فاينل بكام انا حاسبها من السلايدات؟ بواحد. يبقى اجي عند الواحد اعمل خط، هنلقى الاوتبوت في النهايه بيستقر عند الواحد. مش قلنا عند التي بي بيبقى عندي بيك او اوفر شوت، يعني الاوفر شوت هيبقى اعلى من الواحد، اكبر من الواحد. القيمه دي كام؟ خلي بالك انت في السلايد اللي فات كنت حاسبها برسنتج، يبقى انا عايز النقطه دي اجيبها ازاي؟ يبقى ركز معايا كده، يبقى اقول له السي عند التي بي ناقص السي فاينل على السي فاينل في 100% بتساوي البرسنتج اللي انت جايبها من شويه دي. طب عوض عن السي ما لا نهايه اللي هي السي فاينل بواحد وهنا بواحد، خلص دي، طلع السي عند التي بي تطلع بكام؟ طلعت بواحد وخمسة تمانية تمانية، تمام؟ تطلع بالقيمة دي. هبتدي أقول عند التي بي تطلع القيمة عندي واحد خمسة تمانية تمانية وأحطها كده، يبقى عشان أبقى عارف قيمة البيك هنا بكام. الخطوة التانية إن أنا عندي الفاينل فاليو بواحد، أجي أرسم مستقيم فوق ومستقيم تحت منه، أحسبه إزاي؟ أقول بلس ماينس 2% من السي فاينل. قلنا السيتلينج تايم هو الزمن اللي عنده الخرد بيدخل في منطقه بلس وماينس 2% من الفاينل فاليو، بيدخل جوه المنطقه دي ومش بيطلع تاني. يبقى اقول بلس وماينس 2% يعني 2% في السي فاينل اللي هي بواحد، ناتج دي يطلع بلس وماينس 2%، تيجي عند الواحد هجمع عليه مره 2% واطرح منه مره 2%، واعمل المستقيمين. المفروض عند السيتلينج تايم
المنحنى يدخل من النقطة دي، يدخل جوه المنطقة اللي عملتها بين المستقيمين وما يطلعش تاني. قبلها بيعمل اوفر شوت، بيعدي المنطقة. يبقى عند التي بي هتعمل البيك عندك بالقيمة، هتعمل شوية اوسيليشن. عند التي اس المستقيمين اللي انت رسمتهم بعدها مباشرة يدخل جوه المنطقة دي وما يطلعش تاني. خلي بالك الخطوات دي هكررها في كل مرة لما يطلب رسم او لو ما طلبش عشان تبقى فاهم بترسم ازاي. روح لمثال اتنين، بيقول لي ان انا عندي كلوزد لوب بالمعادلة دي. احسب قيمة زيتا اوميجا ان في حالة ان انا هطبق ستيب انبوت. ستيب انبوت يعني الار اوف اس بواحد على اس، عشان اخلي الاوفر شوت 5% والستيتلينج تايم 2 سكند. يبقى هو عايز يخلي الستيتلينج تايم 2 سكند والماكسيمم اوفر شوت 5%. يبقى هو اداني معلومتين مهمين، ماكسيمم بيك اوفر شوت برسنتج عندي بيبقى 5%، التي اس بيبقى عندي 2 سكند بس امتى؟ عند 2% ولا 5%؟ اه قال لك 2 سكند، يوز ذا 2% كرايتيريا. كرايتيريا عندي يعني بتاعت ال 2%. يبقى اقول له تي اس 2% ب 2 سكند عشان القانون بيفرق عندي هنا. هو عايز اوميجا ان وزيتا. نجيبها ازاي؟ نروح اول حاجه من الماكسيمم اوفر شوت. اول ما يديك الماكسيمم اوفر شوت مباشره تعرف تجيب زيتا، ولو اداك زيتا تعرف تجيب الماكسيمم اوفر شوت. يبقى الماكسيمم اوفر شوت بدلاله زيتا يطلع القانون بالشكل ده. هبتدي اقول ان القيمه دي عباره عن 5% من الدهان. هعمل ايه؟ عشان اتخلص من دي ال 100 دي اوديها الناحيه الثانيه اقسم، يبقى 5 على ال 100 تبقى عندي 5 من 100. هبتدي اخد لين الطرفين عشان اطير الاكسبوننشال دي، هاخد اللين بتاع دي هينزل الاس، وهاخد لين ال 5 من 100 هيبقى عندي القيمه دي. طبعا هنا في جذر في المقام، عشان اتخلص من الجذر اربع الطرفين، اربع ده واربع ده. بعد التربيع تطلع بالشكل ده، هبتدي المقام ده اضربه الناحيه الثانيه، بعد الضرب تطلع بالشكل ده. خلي بالك هنا زيتا تربيع وهنا في زيتا تربيع. طب ما احاول افك دي والم الزيتا تربيع في طرف وحدها بعد الفك، ولما طلعت بالشكل ده اخلي زيتا تربيع لوحدها. يبقى هقسم على المقدار ده او اسحب ده الناحيه الثانيه تطلع بالشكل ده. يبقى عندي زيتا تربيع تطلع بالقيمه دي. خلي بالك باي ب 3.14 من 100. هتجيب الجذر لان زيتا تربيع، هاخد الجذر الموجب طبعا، يبقى زيتا تطلع 7/10. الخطوات دي كلها عشان الاكسبوننشال هنا. وقلت لك انا في القوانين لو هو اداك زيتا وعايز الماكسيمم اوفر شوت عوض هنا. طب هو اداني الماكسيمم اوفر شوت وعايز زيتا، ممكن استخدم القانون الثاني المختصر ده. الماكسيمم بيك برسنتج عندي هتبقى 5 هنا، عوض عنها بخمسه اللي هي برسنتج 5%، وهنا 5%. ما تنساش اللين في المقام الناتج ده بعد ما تجيب له اللين هتربع، والباي هتتربع، الباي 3.14%. عوض من هنا هتطلع مباشره بالزيتا ب 7/10. ممكن تحفظ القانون ده وتحل بيه، هيخليك تستغنى عن كل الخطوات دي. نروح للسيتلينج تايم ل 2%. خلي بالك 2% عباره عن ايه؟ 4 على زيتا اوميجا ان، مفيش مشكله. طب انت عندك زيتا، طب انت طالب اوميجا ان، ما هتي اس هم اديها لك، يبقى القيمه دي بتساوي 2 سكند. يبقى عندي الاوميجا ان هتطلع 2 على زيتا، 2 على 7/10 تطلع 2.9 كده، انا جبت اوميجا ان. نروح نعوض في المعادله، مش دي الكلوزد لوب، اشيل فيها زيتا واوميجا ان لان دول مجاهيل انا جبتهم، وابتدي اعوض. بعد التعويض عندك بتطلع بالشكل ده، ترانسفير فانكشن عندي. طب لو قال لك ارسم، لو ارسم يعني ممكن تروح تضرب الار ناحيه اليمين هنا وتقول ان هي 1 على اس وتعمل كسور جزئيه وتطبق المعادله وتطلع السي اوف تي وتعوض التي بقيم وترسم. او ممكن ارسم بالسيتلنج تايم والرايز تايم، اجيب الفاينل فاليو. الفاينل فاليو عندي عباره عن اس في السي. نجيبها ازاي؟ عباره عن اس في الجي في الار، الار بواحد على اس، الاس طارت مع الاس بي جي اوف 0، جي اوف 0 يبقى عوض عن اس ب 0، هنا تطلع 8.4 على 8.4 تطلع الفاينل فاليو عندي بواحد. يبقى دي مهمه في الرسم، يبقى اجي عند الواحد واعمل خط، يبقى ده الفاينل فاليو، هيبقى 1.5 هنا، بيبقى هنا، بيبقى عندي ماكسيمم اوفر شوت عنده. ركز معايا كده، واجي عند التي اس اللي هو ب 2، انا حسبته طلع ب 2، 2% التي اس ب 2، اروح اعمل ايه؟ اروح اطلع كده واعمل خط عندي. يبقى اروح اقول له الماكسيمم بيك عندي برسنتج هيطلع بالقانون ده في 100%، اعوض السي فاينل بواحد واقول ان دي بتساوي 5%. اقدر احسب السي ماكسيمم عندي او السي عند التي بي، طلعت ب 1.5%. بص كده عند التي بي طلعت 1.5% هنا. راسم مستقيم فوق وتحت الفاينل فاليو، ماينس وبلس 2% من السي فاينل، السي فاينل بواحد، يبقى عندي بلس وماينس 2%. هروح مرة أضيف 2% ومرة أطرح 2%، وأجي هنا أعمل أوفر شوت. أول ما يدخل المنطقة دي الأوفر شوت ما يتخطاش المنطقة، بيدخل جواها وما يطلعش تاني. نفس خطوات المسألة اللي فاتت لما رسمت. نروح لمثال ثلاثة. مثال ثلاثة بيقول لك عندك البلوك ده وعندك الرسمة دي. بيقول لك إن الخارج ده حصلت عليه لما أنا طبقت يونت ستيب إنبوت.
يونت ستيب انبوت، بيقول لي ان الخارجه كان بالشكل ده، ديترماين ذا كي وتي، هات كي وتي اللي موجوده في البلوك ديجرام عندك، كي وتي مجهول. اجيبها ازاي؟ ركز معايا كده، هبدا بالرسم. هو من الرسم اقدر اجيب الاوفرشوت، هو مديك الفرق بين الواحد والنقطه دي، فقال لك ان الفرق بين الاثنين دول عباره عن القيمه دي. اجيب الماكسيمم بيك برسنتج ازاي؟ هنروح للقانون، يا اما عن طريق زيتا وهو مش مديني زيتا، زيتا مجهوله، يا اما اعوض في القانون الثاني اقول له السي عند التي بي ناقص السي فاينل على السي فاينل، شيل الاكس ده يحط مكانها السي اللي هي الخارج النهائي، اضربها في 100%، وشرحنا الكلام ده في الفيديو السابق، اللي هي دي السي ماكسيمم عندي. مش قلنا السي ماكسيمم ناقص السي فاينل يديك المسافه دي؟ السي ماكسيمم اللي هي النقطه دي ناقص السي فاينل يديك الفرق ده، الفرق ده اللي هو في البسط، يبقى عندي البسط بالقيمه دي على الفاينل عندي بواحد، اضربه في 100% يطلع عندي كبرسنتج بالشكل ده. مش البرسنتج ده بيساوي القانون ده؟ طيب ما اقسم على 100 الناحيه الثانيه تطلع عندي 2 5 4 بعد العلامه العشريه، ده هيبقى الاكسبوننشال، اخد لين الطرفين يبقى لين القيمه دي والاس ينزل زي ما هو. خلص دي بالاله، هبتدي اعمل نفس الخطوات، هربع الطرفين عشان اتخلص من الجذر، اضرب ناحيه اليمين، بعد ما تضرب هلم زيتا تربيع في طرف لوحدها، هجيب زيتا تربيع لوحدها، بعد كده اعمل ايه؟ زيتا تربيع طلع بالقيمه دي، ما تنساش اخد الجذر واخد القيمه الموجبه تطلع ب 4/10. انت عوضت هنا في مجموعه من الخطوات، او ممكن تستخدم القانون المباشر اللي انا شرحته، تمام؟ من الرسم عندك هنا مديك الاوفر شوت عند مين؟ عند 3 ثانيه، ما معروف ان الزمن اللي بيحصل عنده ماكسيمم اوفر شوت هو التي بي، يبقى التي بي من الرسم عباره عن 3 ثانيه. طب قانون التي بي عباره عن باي على اوميجا دي، طب الاوميجا دي عباره عن اوميجا ان جذر 1 ناقص زيتا تربيع، التي بي معلومه، الاوميجا ان مجهوله، ابدل ما بينهم، بعد ظبطه المعادله تطلع بالشكل ده، الباي 3.14، التي بي عندك ب 3، الزيتا عندك ب 4/10 انت جايبها فوق، اعوض تطلع عندك الاوميجا ان ب 1.14 راد بير سكند. يبقى انا من السلايد ده جبت زيتا وجبت اوميجا ان من الرسم، يبقى دايما لما يديك رسم الخارج اقدر منه اجيب زيتا واوميجا ان. نروح للبلوك دايجرام، هو عايز الكي والتي، ما نعمل ريدكشن للبلوك دايجرام ده عباره عن كلوزد لوب، يبقى الفورورد عندي اهي على واحد عكس الاشاره، الفورورد في الاتش بواحد، اخلص دي تطلع مباشره بالشكل ده. اول ما خلصتها هفك المقام، فك المقام قلنا لازم تبقى في الكانونيكال فورم، يعني معامل اس تربيع لازم يبقى بواحد، طب معامل اس تربيع بتي، يبقى اقسم بسطا ومقاما على تي زي ما انت شايف كده، هاخد المقام ده يبقى الكاركترستيك ايكويشن بتاع المقام، هسويه بالستاندرد فورم عندي، ده الستاندرد فورم اللي هو محفوظ، اقارن ده مع ده، بعد المقارنه 2 زيتا اوميجا ان هتبقى واحد على تي، وعندي هيبقى اوميجا ان تربيع بكي على تي، زيتا واوميجا ان معلومين من السلايد اللي فات، هيبقى عندي معادلتين في مجهولين، المجهول تي وكي. يلا نروح كده مع بعض، من المعادله الاولانيه زيتا اوميجا ان معلومه، تي بس اللي مجهوله، تقدر تجيب تي بالشكل ده تطلع عندي تي بالقيمه دي. نروح للمعادله الثانيه، اوميجا ان معلومه وتي انت جبتها من المعادله اللي فوق، يبقى كي بس المجهوله، تقدر تجيب كي اقدر اجيب كي من المعادله دي تطلع بالقيمه دي. كده احنا حصلنا على المطالب اللي هو عايزها. نروح لاكزامبل 4، اكزامبل 4 عندي بيقول لي ان انا عندي الميكانيكال سيستم ده عباره عن سبرينج وماس ودمبر، بيقول لي انا هطبق انبوت عباره عن فورس 2 رطل، البي عندي هي الفورس قيمتها 2 رطل، عباره عن ستيب انبوت، خلي بالك لان 2 ده عباره عن ثابت يبقى ستيب، هيتم تطبيقها على الميكانيكال سيستم اللي قدامك ده، بيقول لي احسب الام والبي والكي للسيستم للشكل اللي قدامك ده، يعني مديني الخارجه هنا، بيقول لي بحيث ان الاكس هي الديسبليسمنت عندي ميجرد فروم ذا ايكوليبريم بوزيشن، دايما لما يديك كيرف كده خاص بالخارج اقدر اجيب منه زيتا واوميجا ان، اخد زيتا اوميجا ان اروح للمعادله اللي هتطلعها من هنا اعوض بيها واطلع الثوابت اللي هو محتاجها. من الخارج ده اعمل ايه؟ بنفس الخطوات، ماكسيمم بيك عندي ده قانونه من ناحيه زيتا، عباره عن الماكسيمم فاليو عندي اللي هو الاكس عند التي بي ناقص الاكس الفاينل فاليو على الاكس فاينل فاليو مضروبه في 100%. طب ما هالبسط عباره عن ايه؟ الماكسيمم ناقص الفاينل اللي هو المسافه دي، ما المسافه دي مديها لك بالقيمه دي، يبقى اقسم المسافه دي على الفاينل، الفاينل بكام؟ 1/10، هضربها في 100 تطلع القيمه دي، اقسم على 100 الناحيه الثانيه واخد لين الطرفين وابتدي اربع واخلص واطلع زيتا، طلعت زيتا بنفس الخطوات. طب مش عندي البيك دي الزمن باتنين، الزمن باتنين يبقى ده عباره عن التي بي عندي 2 ثانيه،
يبقى اروح لنفس القانون زي ما في السلايدات اللي فاتت، الاوميجا ان من هنا تطلع بالشكل ده، ابتدي اعوض عن التي بي وزيتا تطلع بالقيم دي، يبقى انا حصلت على زيتا واوميجا ان. السيستم ده زي ما شرحنا في الميكانيكال سيستم عندي موديلنج، المعادله دي مباشره ليها ازاحه وحيده، يبقى عندي الازاحه هي اضربها في الامبيدنس بتاعت الكتله والسبرينج والماس تطلع بالشكل ده ويساوي الناحيه اليمين القوه، القوه اللي هي البي اوف اس. هبتدي اجيب الاكس على البي، الاكس هي الخارج والبي هي الانبوت، تطلع بالشكل ده. معامل اس تربيع بام هنا، لازم احولها كانه كالفورم، اقسم بسطا ومقاما على ام عشان اس تربيع معاملها يبقى بواحد. هاخد المقام ده اقارنه بمين؟ بالستاندرد فورم عندي بالشكل ده. يبقى من هنا احصل على 2 زيتا اوميجا ان بيساوي بي على ام، وعندي اوميجا ان تربيع بيساوي كي على ام. زيتا واوميجا ان معلومين من السلايد اللي فات، عندي البي والام والكي مجاهيل، البي والام والكي مجاهيل، يبقى عندي ثلاث مجاهيل في معادلتين، والكلام ده غير منطقي. لما يبقى عندي ثلاث مجاهيل في معادلتين يبقى انا محتاج اجيب مجهول الاول بطريقه ما وبعد كده ارجع اعوض في المعادلات. يبقى نرجع تاني، عندي مشكله مش هعرف احل المعادلات اللي فاتت، نروح تاني للترانسفير فانكشن بتاعتنا. لو انت بصيت للمساله دي مش هتلقى الخارج عندك بيستقر عند 1/10، يبقى الفاينل فاليو بتاعتي ب 1/10. يبقى اروح اقول له لما البي اوف تي اللي هي البي هنا دي معناها الفورس عندي في التايم دومين عباره عن 2 رطل، في الاس دومين تبقى 2 على اس لان دي ثابت يبقى 2 على اس. لو انا عايز الاكس ما لا نهايه او الاكس فاينل عندي او الاكس اس اس، طيب ما الاكس كابيتال فين؟ هجيبها من فوق، الاكس كابيتال عباره عن الجي في البي، طب البي عباره عن ايه؟ 2 على اس، المفروض انها عباره عن 1/10 قدم لان ده الفاينل فاليو، البي عباره عن 2 على اس، هتطير الاس مع الاس، الناتج ده يطلع 2 وعوض عن اس هنا بزيرو تطلع 2 جي اوف زيرو، هتطلع بكام؟ القيمه دي ب1/10. يلا روح للجي عوض فيها اس بزيرو، اس بزيرو، اس بزيرو طارت يبقى 1 على ام على كي على ام، مضروبه في 2 بره ما تنساش. هنا هتلقى الام طارت مع الام لان مقام البسط ومقام المقام، يطلع 2 في 1 على كي، تطلع 2 على كي، القيمه دي بتساوي كام؟ 1/10. يبقى عندي الكي بتطلع عندي ب 20. يبقى انا من هنا من الفاينل فاليو حسبت الكي طلعت ب 20، يبقى انا حصلت على مجهول من الثلاثه. نرجع للمعادلات بتاعتنا. المعادلات بتاعتنا عندنا اهي، اشيل الكي من هنا واحطها ب 20. يبقى بي معادلتين في مجهولين، مجهول البي ومجهول الام. بعد التعويض هطلع الام عندي من المعادله الثانيه تطلع بالشكل ده. هروح للمعادله الاولانيه عندي زيتا واوميجا ان والام معلومه، اطلع البي. من هنا اطلع البي تطلع بالقيمه الثانيه اللي عندك هنا. روح لاكزامبل 5، بيقول لي في البلوك اللي قدامك ده احسب قيمه كي كابيتال وكي سمول. خلي بالك البلوك اللي هنا ادي كي سمول وادي كي كابيتال، الاثنين مجاهيل. بيقول لك في الكلوزد لوب موضح في الشكل، ماكسيمم اوفر شوت بتاعي في حاله اليونت ستيب ريسبونس 25%، والبيك تايم، البيك تايم 2 سكند، واسيوم ذات ان الجي عباره عن 1. يبقى تاني بيقول لي ان الماكسيمم اوفر شوت عندي لليونت ستيب ريسبونس عباره عن 25%، هنا ب 25%، البيك تايم 2 سكند. خلي بالك هو اداك البيك تايم ب 2 سكند، ممكن اصلا في المساله ما يقولكش البيك تايم ب 2 سكند، يقول لك كده الماكسيمم اوفر شوت ان يونت ستيب ريسبونس از 25% ات ذيس فاليو ذا تايم از 2 سكند، عند هذه القيمه الزمن كان 2 سكند. يبقى الزمن اللي بيحصل عنده ماكسيمم اوفر شوت هو معروف البيك تايم، يبقى البيك تايم وقتها يطلع ب 2. نعوض، يبقى الماكسيمم بيك اوفر شوت عندي عباره عن 25%. نروح نجيبها ازاي؟ بدلاله زيتا، نعوض في القانون ده بتساوي 25%، هقسم على 100 بنفس الخطوات وهاخد لين الطرفين، وبعد اللين هبتدي اربع واطلع زيتا في طرف لوحدها، هتطلع زيتا عندي بالقيمه دي، طلعت زيتا من الماكسيمم بيك. طب هو مش مديني البيك تايم؟ من البيك تايم اصلا اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الاوميجا ان. خلي بالك انت عملت خطوات كتير، ممكن تعوض في القانون ده مباشره، هنا اعوض عن دي 25 ودي ب 25 وعوض تطلع زيتا. المهم التي بي بنفس الخطوات عندي بنفس القوانين اللي انا شرحناها كتير، هنبتدي نعوض تطلع الاوميجا ان عندي بكام؟ ب 1.7. نروح للبلوك، لازم اختصر البلوك. البلوك اللي قدامك ده هيبقى مين؟ كلوز لوب الجزء اللي جوه ده. خلي بالك الجيب واحد، الجيب واحد تبقى القيمة دي كي على اس. اختصر ده، بعد الاختصار ده كلوز دو لوب تطلع بالمعادلة دي، اعوض عنها، امسك البلوك ده كله اختصره، يبقى ده في ده والفيدباك بواحد، اختصره هنا يطلع عندي بالشكل ده، ده الناتج النهائي. ركز معايا كده، المقام هنا ده معادلة تربيعية، معامل اس تربيع بواحد، يبقى هي في الستاندرد فورم. طول ما في الستاندرد فورم امسكها قارنها مع الستاندرد فورم بتاع مين؟ بتاع السكند اوردر.
هبتدي اقارن معاملات، يبقى عندي 2 زيتا اوميجا ان بتساوي كي كابيتال كي سمول، اوميجا ان تربيع بتساوي كي كابيتال. ما انت عندك زيتا واوميجا ان، يبقى من المعادله دي احصل على كي كابيتال، من المعادله اللي فوق طلع كي سمول، يبقى من المعادله الثانيه هطلع كي كابيتال، ومن المعادله الاولى هطلع كي سمول بنفس الخطوات، مفيش مشكله. نروح لاكزامبل 6. عندي ساتلايت، الحاله الاولانيه بتاعته، الحاله الاولانيه اللي هو السيستم الاولاني ده، بيقول لي ان الخارج كان مطلع اوسيليشن، كان مطلع اوسيليشن عنده، هيبتدي يحسن في البلوك ده انه عمل فيدباك هنا. بعد ما عمل فيدباك عن طريق الكي اتش ده اللي هو التاكو، ليه ان السيستم بتاعه الدامج ريشيو بقت 6 من 10، بيقول لي هات الكي اتش، يبقى هات قيمه الكي اتش في البلوك الثاني لما خليت زيت عندي ب 6 من 10، ومديك بيقول لك ان الكي كابيتال على الجي، الكي كابيتال على الجي اللي هنا ب 4، يبقى مفيش مجهول في البلوك الثاني غير الكي اتش. هو اصلا في البلوك الاول بيقول لك ان عندك السيستم بيبقى عامل اوسيليشن، اوسيليشن دي معناها ايه؟ زيتا بزيرو، زيرو معناها بتعمل اوسيليشن. البلوك الثاني بيقول لك زيتا ب 6 من 10. الجزء الاول ده مش مطلوب في المساله، بس تعال كده اوضح لك حاجه. البلوك ده عباره عن كلوز لوب، هختصره، لما تختصره يطلع بالشكل ده. هخلي اس تربيع معاملها بواحد، اقسم بسطه ومقاما على جي، كي على جي بكام؟ باربعه، هو مداني في المساله واحد اس تربيع زائد كي على جي، هقارنها بالستاندرد فورم بتاع السكند اورد، يبقى عندي 2 زيتا اوميجا ان بتساوي زيرو. ليه؟ لان مفيش اس فوق، يبقى موجوده ومعاملها بزيرو، يبقى بتساوي 2 زيتا اوميجا من تحت، والثابت بيساوي الثابت، تطلع بالشكل ده. ركز معايا كده، كي على جي ب 4، يبقى الاوميجا كام؟ ب 2، عوض اوميجا ان ب 2، اضربها في 2 زيتا بتساوي 0، يبقى زيتا بتساوي 0، فعلا زيتا بتساوي 0 البلوك الاول. نروح للبلوك الثاني. البلوك الثاني هو كان عايز الكي اتش اللي هي موجوده هنا، خلي بالك الكي كابيتال على الجي ب 4. هختصر البلوك ده، الاختصار اهو، خلي بالك الكي دي كي اتش، اختصر البلوك ده اللي هو الكلوز لوب ده، تطلع بالمعادله دي. بعد الاختصار هبتدي اعوض هنا، تمام اهي، اضرب الاثنين في بعض واختصر، ده كلوز لوب مفيش مشكله. بعد الاختزال طلعت بالمعادله دي، يبقى اخد المعادله دي معامل اس تربيع بواحد، تمام، يبقى في الشكل الصحيح. هبتدي اخد المقام ده اقارنه مع الستاندرد فورم، قارن، بعد المقارنه هنلاقي اوميجا ان تربيع ب4، يبقى اوميجا ان عندي بكام؟ ب2، عوض عن اوميجا ان فوق ب2، واصلا زيتا هو مديها لك بيقول لك هي 6 من 10، طلع الكي اتش، يبقى الكي اتش هطلعها مباشرة من هنا، تطلع بقيمة 6 من 10. ده كانت المسألة ببساطة. نروح لإكزامبل 7. إكزامبل 7 بيقول لي consider the unit step response of unit feedback control system whose open transfer function الـ G بالشكل ده. يبقى هو مديك الجي، خلي بالك هو مش مديك البلوك، مش مديك الرسمة، مديك فقط الجي. الجي عبارة عن 1 على S في S زائد 1. بيقول لي consider a unit step response of a unit feedback control system اللي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بتاعته جي اوف اس بالشكل ده. بيقول لك هات الرايز تايم، البيك تايم، ماكسيمم اوفر شوت، السيتلينج تايم. انا هحطها في بلوك، بلوك يبقى الجي هي الفورورد، والفيدباك عندي بيبقى يونت يعني بواحد. وخلي بالك هو قال لك اوبن لوب ترانسفير فانكشن، ازاي ده اوبن لوب؟ المفروض تبقى يقول فورورد ترانسفير فانكشن. طول ما الاتش بواحد يبقى الجي هي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. بلوك هختزله، اختزله ازاي؟ يبقى الفورورد على واحد عكس الاشاره، الجي في الاتش، هبتدي اعوض. بعد التعويض عندي اختزلها، تطلع بالشكل ده. معامل اس تربيع في المقام بواحد، تمام، يبقى اقارنها مع الستاندرد فورم. بعد المقارنه هنطلع اوميجا ان تربيع بواحد، يبقى اوميجا ان بواحد، واتنين زيتا اوميجا ان بواحد، اعوض عن اوميجا ان بواحد، تطلع زيتا عندي بنص. انا حصلت على زيتا واوميجا ان من البلوك. خلي بالك انا هضيف خطوه في المساله، انا هرسم، يبقى محتاج الفاينل فاليو، الفاينل فاليو الاس في السي، نفس النظام الار عندك عباره عن يونت ستيب، واحد على اس تطير، يبقى جي اوف زيرو، جي اوف زيرو عوض عن الاس هنا بزيرو، تطلع عندي بواحد. هنبتدي نتبع القوانين تاني، انت عندك زيتا واوميجا ان بنفس الخطوات بنفس المطاليب. هجيب الفاي، بعد ما تجيب الفاي بجيب الاوميجا دي، بعد كده بجيب الرايز تايم هو طالبه في المساله، ابتدي اعوض. عايز البيك تايم ابتدي اعوض في قانونه، عايز التايم كونستانت عوض في قانونه، لو هو عايز السيتلينج تايم ل 2% عوض في القانون بتاعه، السيتلينج تايم ل 5% عوض، لو عايز الماكسيمم اوفر شوت او بيك برسنتج عوض عندي هنا عن زيتا، ما تنساش الباي 3.14 تعوض، تطلع 16.3%. هنروح نرسم، خلي بالك يهمني في الرسم قلنا حاجتين، يهمني التي بي والتي اس، وهترسم بنفس الطريقه. طب القيمة اللي هنا بكام؟ بنفس الطريقة اللي أنا شرحتها سابقا، تمام؟ هتطلع هنا القيمة تطلع بكام وتعوض عن والسيتلينج تايم وتحسبه
ويتعوض عنه وتعمل خط فوق بلس وماينس وتقول ان بعده مباشرة بيدخل جوه المنطقة دي بنفس الطريقة. نروح لإكزامبل 8. إكزامبل 8 بيقول لك في البلوك اللي قدامك ده هات قيمة K المجهولة دي مجهولة تمام؟ such that the damping ratio zeta is نص، يعني في المسألة دي هيخلي زيتا بنص. هات K، بعد ما تجيب K هات الرايز تايم البيك تايم ماكسيمم اوفر شوت وعايز السيتلينج تايم لليونت ستيب ريسبونس. يلا مع بعض كده هنختزل البلوك ده عبارة عن كلوزد لوب، بعد الاختزال تطلع معادلته بالشكل ده حطها هنا، هيبقى ده عندي كلوزد لوب اختزله، بعد الاختزال المعادله تطلع بالشكل ده. طبعا انا لازم هنا هتلقى 16 كي في اس 8 من 10 في اس، لازم اخد اس عامل مشترك واخلي قوس كده. هنبتدي هنا معامل اس تربيع بواحد يبقى في الشكل الصحيح، هبتدي اقارن. ما تنساش هو مديني زيتا بنص اللي مدهاني في المساله. نبتدي نقارن، هنقارن المقام مع الستاندرد فورم. قارن كده يبقى اوميجا ان تربيع تطلع ب 16، يبقى اوميجا ان من هنا بكام؟ تطلع ب 4، و2 زيتا اوميجا ان عندي بتطلع بالمعامل ده كله، بالمعامل ده كله. اعمل ايه بعد كده؟ عندك الاوميجا ان من فوق ب 4، اعوض عن اوميجا ان ب 4 وزيتا بنص من المعادله الثانيه اطلع كي، اطلع كي تطلع بالشكل ده. عايز عندي المطالب الاساسيه يبقى اجيب الفاي، يا اما تجيبها بتان ماينس 1 او تجيبها بكوزاين ماينس 1 زيتا واضربها بباي على 180. هتعوض تطلع بالشكل ده. هات الاوميجا دي بنفس الخطوات، هات الرايز تايم بنفس الطريق، البيك تايم، التايم كونستانت، عندي السيتلينج تايم ل 2%. طول ما عندك زيتا واوميجا ان اقدر اجيب اي مطلوب بعدها تمام. الماكسيمم اوفر شوت بنفس الطريقه. وبكده فيديو النهارده انتهى وغطينا فيه امثله كتير. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.